زيارة أداها وزير العدل غازي جريبي اليوم إلى ولاية باجة، أذن من خلالها بانطلاق أشغال السجن المدني الجديد بسمان، كما قام بمعاينة العديد من المنشآت العمومية. نتابع التقرير. أدى اليوم وزير العدل غازي جريبي زيارة لولاية باجة، افتتحها بجلسة في مقر الولاية بحضور الوالي وبعض الإطارات الجهوية، قبل ما يتنقل لزيارة محاكم الجهة والسجن المدني، ونقاع منع أعضاء مجلس النواب من مرافقة الوفد الوزاري. وأكد رئيس جمعية أحباء باجة حاتم القلعي إنه الزيارة حملت برشا أمال، أهمها إبعاد السجن من وسط المدينة. فرحنا الأهالي بقرار خروج السجن المدني من وسط باجة من وسط المدينة، لأنه يشكل قلق كبير للأهالي والحركة المرورية، لكن في الواقع وقع تعيينه معناها البناء الجديد متاع المشروع هذا في أرض فلاحية اللي هي تعد من أبرز المقاسم الفلاحية في الجمهورية التونسية منذ الستينات، اللي هي قرية ضيعة السمان. من جهة أخرى اعتبر رضا الدلاعي أن الزيارة هذه غير كافية، وأن ولاية باجة ما زالت تعاني من عديد النقائص. باجة انتظاراتها من الحكومة أكبر من ذلك، هي تنتظر مجلس وزاري الذي يعني تأخر كثيرا، ونحن نؤكد وقد حملنا وزير العدل هذا الطلب وكذلك وزراء سابقين. الوزير غازي الجريبي أكد على أهمية تذليل الإشكاليات المتعلقة بالإدارة التابعة لوزارته، كما أعلن على بعث محكمة الاستئناف بباجة. احنا زرنا العديد من المحاكم، تحاورنا مع السلطات يعني الجهوية ومع المحلية، مع السادة القضاة، مع السادة المحامين، مع كل المتدخلين في الشأن القضائي، حاول كذلك تفعيل معناها الأمر اللي أحدث محكمة الاستئناف بباجة. وكذلك أنا قبل ما نجي لهنا اتخذت قرار معناها في فتح معناها المحكمة، إن شاء الله تكون معناها فاعلة وموجودة انطلاقا من السنة القضائية القادمة. البنية التحتية هي عنصر أساسي، عنصر هام لناحيتين. أول حاجة معناها عنا مقاييس دولية في ظروف إقامة المساجين، لكن هذايا لن يتم إلا إذا كانت ظروف العمل متاع الحراس متاع الإطارات متاع أعوان معناها المؤسسة السجنية كذلك ملائمة. في اختتام زيارته قام غازي الجريبي بمعاينة قطعة الأرض المخصصة لبناء المحكمة العقارية، كما اطلع زاد على بدء الأشغال بالسجن المدني الجديد بمنطقة السمان.